أصدقاء ومتابعي قناة كيوي ميديا تيك، تحية لكم وتحية خاصة لمجموعة لاتشيكليس. اليوم جبنا لكم شي حاجة من الأرشيف ديال عالم الأركاد، وغيعرفها بالأخص الجيل الذهبي، وهي قصة ولعبة واللي خرجت لقاعة الأركاد والأجهزة اللي تابع المجموعة نيو جيو واللي تصنعت على إيدي شركة SNK واللي خرجتها للوجود في نوفمبر 1991 تسع شهور مور خروج لعبة ستريت فايتر 2 واللي بدورها حققت نجاح وشهرة كبيرة كلعبة قتال من نوع 2D. أما بالنسبة لقصة فاتال فيوري فكتدور على مدينة أمريكية خيالية سميت ب ساوث تاون واللي عرفت انحطاط كبير ومتزايد على يد زعيم عصابة ورجل أعمال وخبير فنون قتال مختلفة تحت اسم جيز هاوا. جيز كان ذو شخصية أنانية ومحبة للقوة ومآمن بأن أقوى مقاتل في العالم، حبه للقوة خلاه ينظم منافسة قتالية تحت اسم كينج أوف فايترز. ودابا رجعوا واحد 10 سنين قبل اللي كان فيها جيز قتل المنافس والخصم ديالو جيف بوغار امام عيون اولاد ديالو بالتبني واللي هما تيري بوغارد واندي بوغارد، واللي قرروا انهم يتعلموا القتال ويرجعوا للمدينه ساوث تاون ليكونوا معولين باش ينتقموا لباهم. وغيكون تيري بوغارد اول واحد كيرجع للمدينه ساوث تاون بعد 10 سنين تزامنا مع بدايه المنافسه. تيري غيتلقى بشخصية جديدة وهي جو إيغاشي، بطل حديث العهد في فنون القتال من نوع موتاي، واللي غيعرض على تيري باش يجلسوا يتعرفوا ويتناقشوا على المنافسة، واللي فيها تيري غادي يعرف بأن جيز قاتل ديال الأب ديالو هو منظم المنافسة وهو الانتقام اللي كيوجد ليه هادي 10 سنين. من بعد تيري غادي يعود القصة ديالو لجو إيغاشي، الشيء اللي غادي يدفعو باش يبغي يتعاون مع الأخوين بوغارد والتحق بالمجموعة ديالو. ندوزو دابا للعبة اللي كانت تسمات أسماء متعددة، ولكن الأصل ديالها أصل ياباني تحت اسم غارو دينسيتسو، ولا ترجمناه بالإنجليزية حرفيا وتعطينا Legend of the Hungry Wolf. ومعرفش الغرب علاش ما خدوا تشي عنوان من هادو واتفقوا أنه اسمه فاتال فيوري. وباش SNK تحافظ على قصة اللعبة والترابط ديالها، قرروا انهم يمكنوك باش تلعب بثلاثة الشخصيات فقط واللي هما تيري بوغارد جو إيغاشي واندي بوغارد. اول ميزة دارتها SNK في هذه اللعبة وهي انك ممكن تعزل اول لاعب من بين ربعة المنافسين الاوائل بالاضافة لربعة المنافسين اخرين وللاسماء ديالهم ريتشارد ماير، داك كينج، توم فوريو، مايكل ماكس، هو جاي، ريدن، بيلي كين، واخيرا زعيم العصابة جيز هاورد. وميزة اخرى وهي لاين سيستم، نظام الخطين وشبيه بالطروات دي، حيث ان اللاعب عنده القدرة باش يتنقل من بين جوج خطوط الامامي والخلفي مع مؤثرات بصرية. كتصغر الحجم اللاعب في الخط الخلفي وكيكبر الحجم ديالو اتجاه الخط الامامي، بالاضافة لحركات ديال الشخصيات اللي خاصة بها وحركات اخرى بالمنافسين اللي كتلعب ضدهم تسمى بالديسبيريشن موف اللي كتحمل هذا الاسم في الاجزاء المقبلة. فمثلا الحركات ريتشارد مايرز كيتعلق في السقف، توم فوريو كيولي سوبر جدي، هو جاي كيضرب واحد لاصوص باش كيزيد في القوة، واخيرا بيلي كين كدير العصية واحد من افراد عصابة جيز كيلوح ليه عصية جديدة. وما نساوش واحد الميزة ديال الارتطام بالحائط اللي ما كانش بزاف ديال الالعاب. من بعد ما كتربح جوج ديال المنافسات كيعطوك ستاج بونيس اللي كتنافس فيه مجموعة من مشاهير المصارعة الحرة، واللي كيكون متبوع بحركات مختلفة ديال الشخصيات اللي كتلعب بهم. ميزة اخرى فريدة من النوع ديالها وهي انك تلعب انت والصديق ديالك، وفي الاول عندكم جوج اختيارات انكم تلعبوا واحد ضد واحد واللي هي كتسمى فيرسوس، او كواب مود اللي كتلعبوا فيه بجوج ضد الكمبيوتر، وملي كتربحوا كيحولكم مباشرة لفيرسوس، واللي كيربح ديك الساعة كيدوز يكمل اللعب بوحدو. لعبة فاتال فيوري امتازت بجرافيك عالي ورسم دقيق للشخصيات والحركات ديالهم، وكذلك ما نساوش الموسيقى والجودة العالية ديالها وهي موسيقى محمسة. وكذلك كل منافس عنده ستاج خاص به وكيكون طرف من الحياة الشخصية دياله. وما نساوش المقاطع السينمائية اللي هي تكميلية لقصة اللعبة والنهاية ديالها. وهذا الشيء كيدل على ان SNK بدلت جهد جبار ووقت كبير في صنع حكاية متناسقة مع اللعبة. اللعبة كان عندها لون ونغمة خاصة، وخا ان اللعبة افتقرت الميكانيكية سلسة باش دير كومبوات وضعف سرعة الرد
والحركة الثقيلة مقارنة مع الأجزاء المقبلة ديالها واللي غنهضروا عليهم في الفيديوهات المقبلة إن شاء الله. وشكرا على المتابعة وشكر خاص لمجموعة لاتشيكليس على دعمها للقناة. قدم لكم هذا الفيديو بتعاون ما بين قناتين هولينوب وكيوي ميديا تك.